السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنحاول من خلاله التعرف على طريقة التسجيل أو التعبير عن الرغبة لاجتياز مبارز توظيف أطر الأكاديميات للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. أولا سندخل عبر الرابط الذي ستجدونه في وصف هذا الفيديو، ثم بعد ذلك الضغط على طلب جديد ستظهر لكم هذه النافذة، ثم بعدها الضغط على توظيف أطر الأكاديميات للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، ثم ستظهر لكم هذه النافذة وهذه الصفحة. أول شيء تسجيل الاسم بالعربية، مثلا نختار هذا الاسم هذا اللي هو فقط كمثال باش نوضح ان شاء الله الامر. ثم الاسم بالفرنسية هنا بالعربية، هنا بالفرنسية. هنا كذلك مكان الازدياد، مثلا اخترت مدينة الرباط على حسب ما يوجد عندك في البطاقة الوطنية، ثم رقم البطاقة الوطنية، كذلك تاريخ نهاية صلاحية البطاقة الوطنية، اختيار تاريخ معين الذي ستجده في البطاقة الوطنية، مثلا 2022 25/10/2022. النوع ذكر أم أنثى، ثم الحالة العائلية عازل متزوج مطلق أرمل إلى غير ذلك، صار عازل. العنوان ده فقط عنوان غير كمثال فقط، اختيار العمالة مثلا الرباط، بريد إلكتروني هو كذلك اخترته أجل أن نقرب الصورة فقط، كذلك رقم الهاتف. هذه المعلومات ينبغي أن تكون صحيحة. ثم بعد المسلك، فعلا حسب مسلك شهادة البكالوريا، مسلك الآداب مثلا، تاريخ الحصول عليها مثلا هذه 15، الميزة حسن، نوع الإجازة عام شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية وشهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها، الجامعة جامعة محمد الخامس، تاريخ الحصول على إجازة مثلا 2018 25/10، نظام الإجازة واش النظام القديم او النظام الجديد، الفين وثمنتاش بمعنى النظام الجديد، النقط المحصل عليها قبلها عفوا تخصص الشهادة مثلا اختاروا الفلسفة، نقاط كل دورة ناخذ النقاط ونوضعها هنا الفاصلة إذا كانت هناك فاصلة، إذا كانت هناك شهادات أخرى مثل الماستر أو شهادة الدراسات المعمقة أو إلى غيرها إضافتها كذلك هنا. هل استفدتم من البرنامج الحكومي؟ إذا البرنامج عفوا الوطني استكمال تأهيل 25,000 من حاملي الإجازة استكمال تأهيل، إذا كنت من الذين استفادوا نعم ثم لا. هنا سجلوا صفر بمعنى ليست هناك أي خبرة، رقم الطلب ثم وضعية الطلب اللي هو أمر غادي يتم فيه الحسم من بعد التسجيل ديالكم، ثم هنا اختيار التخصص الذي ستجتاز فيه المباراة، الملحق الاجتماعيون، الملحق التربويون، الملحق
الاقتصاد والإدارة، بما أننا اختارنا الفلسفة إذن وطور الدعم الاجتماعي. الأكاديمية مثلا الرباط السرق قنيطرة، ثم العمالة قنيطرة الخميسات الرباط، يعني تابعة لهذه الأكاديمية. اختار عمالة السلام أو عمالة الرباط عفوا. ثم بعدها سيونا رمز التحقق، المجموع هو 38. ثم بعدها حفظ الطلب، تاريخ الازدياد غير صحيح. نعم، تاريخ ازدياد لم نسجل مثلا. ثم نعود بعد ذلك إلى رمز التحقق، صحيح. إذا حفظ، ثم تم حفظ طلبكم بنجاح للولوج إلى طلبكم المرجو الدخول باستعمال رقم بطاقتكم الوطنية والرقم السري. هذا الرقم هذا ضروري تحافظوا عليه باش انكم مرة اخرى تعودوا تدخلوا من اجل تأكيد الطلب، لانه يعني يوم الاعلان على المباراة سيتم الدخول الى او المطلوب منكم الدخول الى هذا الموقع وكذلك تأكيد طلبكم اليوم. اذا خصكم ضروري يبقى عندكم هذا الرقم هذا او هذا الكود هذا، ثم رقم البطاقة الوطنية باش غادي من أجل أنكم تعودوا تدخلوا مرة أخرى. ثم إغلاق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.